هو وحده المطلع على السرائر الذي يعلم ما تكنه الضمائر أمر عباده بأحب الأشياء إليه وأعظمها زلفى وقربى لديه أمرهم بالإخلاص والإخلاص هو خلوص القلب لله جل جلاله فيتوجه العبد بقلبه إلى ربه فينظر الله إلى قلب عبده وليس فيه أحد سواه إذا تكلم تكلم لله وإذا عمل عمل لله وعندها يطيب قوله وعمله ويشكر سعيه ولا يخيب في تجارته مع ربه إنه الإخلاص